الكلام من القلب والله العظيم ما بهزر، انتوا ناس رهيبه مش ببالغ والله العظيم يا جدعان بجد من القلب انتوا ناس رهيبه. انا قلت في الفيديو اللي فات قلت يا جدعان يا رب يوصلوا الفيديو ده 30 لايك وكنت قلقان، بسم الله ما شاء الله وصلنا الفيديو 30 لايك سبع. انا الفيديو ده بصور دلوقتي 27 لايك، قلت 30 يعني 30 لايك يعني بجد يا جدعان والله العظيم انا مش مصدق نفسي بجد يعني والله العظيم تيم اقسم بالله تيم خالد ناس جامدين والله العظيم يعني مش كتير بس جامدين بجد يا جدعان. شكرا جدا 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 شكرا من اعماق اعماق قلبي بجد يا جدعان والله العظيم بحبكم جدا. ويلا نبدا الفيديو. فيديو النهارده يا جدعان يعني بصوا، فاكرين لما قلنا تحدي هتعرف تموت امتى لما طلع ان انا هموت في 88 سنه؟ نفس الموقع برضو بس عاملين تحدي هيختبر اسمك فاهمين؟ يعني حد اخد باله من الحركه دي؟ اختبر اسمك فاهمين؟ هيختبر اسمك بحيث هيقول هيدينا شويه هيدينا مش عارف حوالي 15 سؤال بحيث اللي اول ما نجاوب عليهم هيقول لنا على الاسم بتاعنا. طب يا جدعان اللعبه قدامكم ايه؟ لابتوب بقى وجدعان بقى وحركات بقى يا جدعان يعني دعم بقى سبورت بقى سبورت يا جدعان بالله عليكم. ليتس ستارت. يلا بينا يا زميلي. First are you man or woman? Man. When were you born? The 30s. خدت بالكو؟ في الثلاثينات الاربعينات الخمسينات الستينات السبعينات الثمانينات التسعينات صفرين. ايه صفرين دول؟ الساعة 12 يعني. انا 2003 معلومة يعني. How many languages do you speak? بتتكلم كام لغة؟ انا بتكلم بعرف اتكلم عربي، بعرف اتكلم انجليزي، بعرف اتكلم الماني، بعرف اتكلم ايطالي، بعرف اتكلم فرنساوي، بعرف اتكلم عبري، يعني بتكلم سبع لغات. واحد العربي. طب يا جدعان what would your best friend most likely say about you؟ يعني بتعتقد صاحبك بيقول عليك ايه يا فاهمين؟ يعني انت بالنسبه لصاحبك ايه؟ that I'm funny that I'm funny that I'm smart supportive لسه بقولها support يعني دعم يعني بدعمه او بعمل له help فاهمين؟ PUBG احنا. that I'm generous مش عارف يعني generous ولا brave ولا emotional مش ده يعني ايه يعني ايموشن ممكن يكون ايموشنال يعني كذا مش ما علينا اللي هي كذا وجه يعني بوشين على الراي. انا فاني اي ام فاني اللي اقرب يعني ليهم. 1 سكيل اوف 1 ل 6 ما علينا. هاو رومانتك ار يو يعني كم نسبه الرومانسيه بتاعتك؟ عايز اتكلم على نفسي كتير يا جدعان. 6 ايه 3 3 يعني في النص فاهمين. طبعا كل واحد عنده نسبه رومانسيه فاكيد 3 يعني كده يعني 3. do you prefer reading stories or listening to stories؟ يعني بتحب تقرا ستوريز ولا بتحب تقرا تسمع ستوريز؟ تحب تقرا قصص ولا تحب تسمع قصص؟ والله انا بحب الاثنين بس عارفين انتوا لما ساعات بيجي لي كده فتره بقول لا تعالوا نروح نقرا قصه في الاجازه يعني بكون ملامه وخلصت كل فلوسي فاهمين انتوا البائس دوت ومكتئب البائس دوت بروح اقرا قصص فطبعا مش الاقي حد يسمع مش راح اقول لابويا روح بابا احكي لي قصه القلم على طول. طيب فانا هقرر listening to stories. حلوه listening to stories حتى في المدرسه بحب listening to stories يعني. How often do you lie؟ لاي جاي لاي لاير لاي كذب او اوفن يو لاي يعني بتكذب والله يا جدعان مش عارف والله ساعات يعني فاهم sometimes اصل الصراحه ما فيش حد فينا ما بيقول الصدق يعني كلنا ساعات لازم نضطر نكذب في موقف بيكون صعب قوي فاهم ف يا اما بتكذب وتنجو يا اما بتنجو وبعديها بحوالي 3 شهور ولا 4 شهور تكتشف ان انت عملت مصيبه ابوك يقول لك انت عملت كذا 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 تقول له وكذبت عليا وبيديك بقى العلقه بتاعت 3 شهور فاهمين محدش فاهم حاجه صح ما علينا sometimes يا جدعان. how often do you pray دي بقى عليها بتصلي يعني الصلاه يعني how often do you pray يعني انت بتصلي قد ايه وانت بتصلي يعني عامه الحمد لله مواظب على صلاتي جدا. how often do you smoke pot مش عارف بس عم اعتقد ما بدخنش انا لو مش عايز حتى ما بدخنش نيفر اي حاجه تخم دراجز اي حاجه لسه اقسم بالله لسه بقول دراجز جعيني جت في الدراجز على طول. هاف يو ايفر يوز تو
or more rational general drugs or لا not sure ايه مش متأكد من تعين ماشي have you والله العظيم ما شفت السؤال يا جدعان بس شفت كلمة روك ستار وانا بحب روك ستار طب انا عايز عايز ايه السؤال عايز ايه السؤال عايز السؤال والنبي والنبي عايز السؤال ما علينا يا جدعان at what time do you usually go to sleep go to sleep يعني انت بتنام في الوقت ايه يعني انت بتنام في الوقت اللي هو من امتى يعني بتنام امتى بتنام امتى 8 ل 9 من 8 ل 9 يعني من او بتنام 9 و 8 يا اما بتنام 10 يا اما بتنام 11 يا اما اراوند ميد نايت يعني في ايه دوران او حول منتصف الليل منتصف الليل في عوني ومنتصف الليل ماشي الساعة واحدة من 2 ل 3 4 اللي هو 4 الصبح وخلي ولا 5 اور ليتر يعني 5 بعده انا اراوند ميد نايت ساعات ما منتش فيديو فبقعد 4 لغايه الساعه والله ساعات بقعد لغايه الساعه 3 الفجر فاهمين يعني الفيديو اللي فات ده والله العظيم يا جدعان قاعد لغايه الساعه 2 والله العظيم 2 ونص او 3 كمان عشانكم والله لايك بقى سبسكرايب يا جماعه سبسكرايب يا جماعه هاو ماني اورز دو يوجوالي سليب ايه تاني هاو ماني اورز بتنام بتنام كام ساعه 11 بصوا في تخك 16 60 ساعه فيش 11 12 ساعه والله في الراوند ده يعني 11 12 ساعه have you ever gone on a road trip يعني انت have you ever gone on a road trip يعني انت بتروح بتروح حفلات على الطرق اكيد ده لازم اكيد يعني بروح حفلات على الطرق يا ابني ده انا هروح بيقول يعني انت بتروح رحلات على الطرق اصل انا ما سافرتش مره مصر قبل كده قلت فيديو قبل كده والله انا سافرت بصوا اقول لكم حاجه بقى سيبك على اللعبه قلت قبل كده فيديو عن خمس حقائق عني فيديو قديم قوي يعني قلت وانا صغير كان حوالي سنتين ولا حاجه قلت ان انا رحت السعوديه وانا والله ما رحتش السعوديه وقلت قبل كده وقلت الفيديو اللي قلت الفيديو اللي بعديه اللي انا ما رحتش حاجه يعني انا قايل بالفيديو ان انا رحت السعوديه لا قلت الفيديو اللي خمس حقائق عني ده رحت قلت ان انا رحت السعوديه وانا ما رحتش السعوديه والفيديو اللي بعديه قلت رحت السعوديه خدتوا بالكم والفيديو يعني نزل فيديو مثلا 12 مثلا 12 اغسطس نزل 13 اغسطس يعني اكيد ما رحتش صد رد يعني فاهمين ما علينا خلاص اللي انا قلت لكم لازم نكذب عشان فيوز هاف يو ايفر جون تو ايوه اند فاينلي اخيرا do you think we can accurately guess your name accurately guess your name يعني انتوا بيقولوا لي على عنهم يعني اللي احنا نقدر نتوقع اسمك نو ميبي ربما لا نو 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 بنت يا جدعان ايه ده اكسر يعني انا بص بقى كده انا قايل لهم في اول فيديو انا قايل لهم او في اول ام اللي اول سؤال قالوا لي انت ميل اور فيميل او اور فيميل مش عارف نطق ازاي ما لسه لغايه دلوقتي بقى غلط يعني تقول لي انت راجل او ست فاهمين يعني مثلا انت راجل ولا ست قلت لهم انت راجل فجابوا لي واحده ست اسمها جوان انا اسمي جوان جوان عبد الحكيم عادل جوان عبد الحكيم اسم في منتهى الخرا اقسم بالله العظيم اسم منتهى اسمي في منتهى الخرا بابا ايش في منتهى الخرا يا جدعان والله العظيم جوان حتى لو انا بنت مش هسمي نفسي جوان بس انا مش بنت والله انا راجل حرام والله العظيم كل ده في الاخر الفيديو يروح يعني والله انا عايز كان نفسي اتوقعوا اسمي جاي وكل صوت يا مشاركه بكم في شكل بكره انا اتمنى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وباك برضه بشكركم تاني باخر الفيديو شكرا يا عم 212 سبسكرايب ووصلت الفيديو اللي فات 27 لايك في يوم بقى في يوم ونص بجد يا جدعان بحبكم جدا ربنا يديكم نعم عليا يعني ان شاء الله تكونوا معايا على طول لغايه ما يوصل 1000 سبسكرايب وال 5000 و 10000 سبسكرايب وال 50000 سبسكرايب بعد كده 100000 سبسكرايب ان شاء الله نحتفل مع بعض ب 100000 سبسكرايب بس انا قلت انت لايك وسبسكرايب وتشارك الفيديو ده لكل مكان وتعالوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد سلام